المائي حسين نسيب من غليزان أن المشاريع قيد الإنجاز ستضع حد لتذبذب التزود بالمياه خاصة بمنطقة الظهرة، وهذا بداية من مطلع العام المقبل. إلى ذلك ستستفيد الولاية من حجم مالي يقدر ب 210 ملايين متر مكعب، ما يمكنها من الانتقال من 30,000 هكتار إلى 50,000 هكتار من المساحات المسقية، وهي نقلة نوعية في إنتاج الخضروات المبكرة التي تشتهر بها غليزان وطنيا. بالمهدي بالمهلة. سد قرقر بودرهي ولاية غليزان ثاني سد في الجزائر من ناحية الأهمية والتخزين. عاينه اليوم وزير الموارد المائية حسين نسيب أين أعطى تعليمات لترشيد استهلاك المياه. خصصنا غلافات مالية معتبرة لهذا العرض، إن شاء الله الأمور تمشي على حسب المعنى الحمد لله. إذا هذه المياه اللي تجي من الماو راح تسمح لنا كذلك نقتصد، يعني المياه اللي كانت موجهة للمياه صالحة للشرب راح نزيد نوظفها في الفلاح إن شاء الله. مشاريع استراتيجية مست المياه الشروب وكذلك الري الفلاحي لإعطاء إضافة نوعية لما تتمتع به الولاية من مزروعات متنوعة. الهدف اللي وضعناه هو قبل رمضان إن شاء الله تكون كل البلديات والقرى والمراكز الريفية التابعة لها تأتيها المياه يوميا بمعدل ساعات في اليوم 12 إلى 16 ساعة. يعني هذه نقلة نوعية هامة جدا بالنسبة لتحسين ظروف المعيشة للمواطن خصوصا في الصائفة. بلديات وادرهي والحمادنة المطمر سيدي سعادة ومنطقة الظهرة ستصلها كميات ضخ إضافية من مياه البحر لسد الحاجيات من هذه المادة الحيوية. الجزائر في